السيدات فعلا في القوة الشرائية أكتر من الرجالة في الشوبينج والشراء والمصاريف، يبقوا أكتر من الرجالة؟ ما في رجالة، فكر يا فندم قبل ما تجاوبني. فكر قبل ما تجاوبني. أنا أعرف رجالة عندهم شراهة شرائية وشوبينج بيعملوه لو كل يوم، ما بيزهقوش. الغالبية العظمى الحقيقة إن أغلب الدراسات الحديثة في مجالات السلوك الشرائي وفي مجالات التسوق الإلكتروني لقيت ان يمكن النساء اكثر تاثرا بالمتغيرات طبعا. النفسيه اللي بتاثر على حالتهم النفسيه او حالتهم المزاجيه فيما يعرف بالتسوق الممتع. وزي ما حضراتكم قلتوا في المقدمه ان الشراء الاندفاعي او الشراء التلقائي او الشراء العفوي او برضه بيطلق عليه احيانا الشراء الادماني اللي هو الشراء من اجل الشراء، دي من ضمن المظاهر الاستهلاكيه اللي بتاثر على قرار الشراء للمستهلك. زي ما حضرتك قلت العروض الترويجيه، في منا بيشتري عشان الخصومات، الهدايا، الكوبونات، المسابقات، العروض الترويجيه المختلفه، اشتري منتج وخد عليه أيوة منتج تاني من نص الثمن. انا محتاج منك انت تشرح لي ايه اللي بيحصل جوايا وانا ماشي في مول او ماشي مثلا انا مش رايح اشتري حاجه، ولو عديت وما فيش عرض ما كنتش هشتري، بس مجرد ما اشوف عرض ممكن اروح اجيب حاجه انا اصلا مش عارف استخدمها في ايه، بس ده عليها عرض ما ينفعش افوته. احنا استاذ دياب زي ما حضرتك قلت بنتعرض لمتغيرات نفسيه، احيانا بتكون شعور حضرتك بالتهميش الاجتماعي، شعور حضرتك بالعزله الاجتماعيه، شعور حضرتك بانك عايز تعوض فقدان نفسي لمجموعه من الطموحات والاهداف الحياتيه اللي للاسف الشخص عاجز انه يحققها في ارض الواقع، فيما يعرف بظاهره الحرمان النسبي. شعوره بالفومو، فير اوف ميسنج اوت، او الخوف من فوات الفرصه. المستهلكين والمسوقين بيستغلوا الشعور ده، اشتري قبل نفاد الكميه، اشتري قبل انتهاء الصلاحيه. بيجي حضرتك بعض الاشخاص بيشتري منتجات دون الاحتياج ليها، شراء منتجات لمجرد الاعجاب بالمظهر الخارجي، شراء منتجات دون مراعاه للظروف الاقتصاديه، شراء منتجات للشعور بالتفاخر والوجاهه الاجتماعيه. لتقليد أصدقاء ولتقليد المشاهير المؤثرين البلوجرز. بيشعر بأنه هو يعني في حاجة فايته أو في حاجة ناقصة، أو يشعر بالاستياء والغضب لو قام بعملية تسوق إلكتروني من غير ما يشتري أي منتج. لو راح أي معرض تجاري ممكن يكون مش بيحب القراءة، بس طالما رحت معرض الكتاب يبقى لازم أشتري. كل أصحابي عملوا شوبينج. دي ظاهرة اسمها برضو التسوق الممتع، إن إزاي السلوك الشرائي والقيام بعمليات شراهة استهلاكية اندفاعية بتشعر حضرتك بحالة نفسية أو مزاجية معينة بتغير مودك النفسي، بدليل إن حضرتك وحضرتك نفس الأشخاص اللي لما بتيجي مثلا ترجع على الأريا أو المنطقة ساكن فيها ممكن تفاصل بتاع البطاطس والطماطم. ايوه انا بعمل كده. فاصلي؟ ايوه والله شكرا. والله والله الكاميرا تنزل من البرنامج تشوفي كنت بفاصل، بس تلاقيني فعلا بفاصل يعني في الحاجات اللي هي ليه كده؟ ما هو زي ما قلت لحضرتك انا بساله هو انا بعمل كده ليه؟ تأثير التسوق الممتع او حاله نفسيه او مزاجيه. حاله نفسيه خلاص. معينه انترتينمنت، مؤثرات سمعيه بصريه، استخدام الالوان الجذابه، استخدام المشاهير والمؤثرين في الترويج للمنتجات بيخليك تشعر بالمتعه بان انت تدخل في هذا الشعور الاستهلاك الممتع. واضح ان ده مشكله زي ما قالت نهاد الكل بيعاني منها، فازاي بقى السؤال الاهم ازاي نعالج نهاد او نعالج الساده المشاهدين كلهم؟ على فكره هو كان بيقول ايه؟ كان بيتكلم عنك انت ساعتها دكتور محمود فوزي، انت كنت بتتكلم عن فكره الخوف من فوات الفرصه. ايه بقى ده؟ نعمل فيه هي ظاهره ليها ثلاث ابعاد. بس تصدق فعلا ساعات بندم، يعني انا هقول لك على حاجه والله دي حاجات انا بتحط فيها حرفيا، بيكون عنده يعني خلاص في اوفر وفي عرض وكده، ولما بيقول لا خلاص مش دلوقتي، فوقت العرض بيفوت ترجع احتياجه للحاجه تاني يجي يشتريها فتبقى بالسعر الكامل، فيقول يا ريتني كنت اشتريتها. وحضرتك في سؤال حضرتك قلتي السؤال وقلتي اجابه في نفس الوقت. طب هنعمل هما إيه؟ مين اكتر الفئات العمريه تعرضا للفومو؟ الدراسات بتقول ان هما فئه الشباب في المرحله العمريه من 20 ل 35 سنه.